بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة يوم استقلال بلاده. كذلك بعث سموه برقيتي تهنئة إلى راؤول كاسترو رئيس مجلس الدولة والوزراء في جمهورية كوبا وجوسليرمي برايفيرت رئيس جمهورية هايتي المؤقتة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما. هذا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة.